السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وباحوال جيده. جينا معكم اليوم في فيديو جديد وفي حلقه جديده. دونك الفيديو ديال اليوم غادي يكون ديال لي ميغراسيون، غادي نهضروا على كندا وغادي نهضروا بالنسبه للناس اللي هما مهتمين الوغ شنو هما، شكون هما الناس اللي كيتقبلوا، شكون هما الناس اللي كيمشيو، وشنو هما لي ميتي اللي مطلوبين بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو كلكو سوا القرايه اولا باغيين يمشيو الخدمه اولا باغيين يمشيو السياحه ايتترا. الوغ بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على لي زوفر دونبلوا في كندا بالنسبه للناس اللي مهتمين بالخدمه اولا بالنسبه للناس اللي هما مهتمين بالقرايه كيقلبوا على دي فاكولتي، كيقلبوا على دي يونيفرسيتي شنو يمكن لهم يقراو ايتترا. فهادشي كامل غادي نهضروا عليه في الحلقه ديال اليوم ان شاء الله. وكما عودناكم دائما فكل فيديو كيكون فيه لي ليان فين تعمروا الاستمارات، فين تلقاو المعلومات. الفيديو كيكون هو عباره عن مجموعه ديال المعلومات اللي كتكون ملخصه، فاللي كيبغي لي ديتاي حنا كنحطوا لي ديتاي في لي ليان وكنعطيكم لي ليان باش تدخلوا تقراو وتعرفوا بلوس دو ديتاي على حسب كل حاجه اولا على حسب لو كونتينو ديال الفيديو ولا حسب الموضوع ديال الفيديو. دونك قبل ما نبداو هذه الحلقه هذه كنبغي نوجه واحد الميساج لواحد السيد اللي هو تقبلات ليه الفيزا ديالو، كنبغي نقولو فيليستاسيون اون بلوك. وهذا السيد هذا هو اللي كان جا دفع لنا الدوسي ديالنا. السيد هو سائق سيارة أجرة، دونك كان الحلم ديالو أن عنده واحد الناس في العائلة اللي باغي يمشي يشوفوهم، وأون ميم طون كان باغي يخرج هو والزوجة ديالو والإبنة ديالو. دونك كان دائما عنده تخوف، كان دائما عنده مشاكل في الدوسي ديالو. ونهار تواصل معنا كان قال لنا بان شي حاجه من المستحيل انه ياخذ هاد الفيزا هذه، لان دوله اسبانيا لان عنده شي ناس تما باغي يمشي يزورهم وهذا هو الحلم شحال هذه هو كان باغي يمشي. دونك كان عنده دائما مشاكل في لو دوسي ما تقبلوش ليه لانه خدام في قطاع غير مهيكل. فهاد السيد هذا كان تواصل معنا وكان صراحه كل امل انه يتقبل، واخا كان عنده واحد زعما كانت واحد المفاجاه ليه فاش نهار خرجت ليه الفيزا وعرف بانه غادي يمشي يسافر هو والزوجه ديالو للقضاء واحد المده معينه باش بلا ما ندخلوا في الديتاي، مده معينه في اون ميم طون كتكون مساليه وواحد كيبغي يبدل الجو مع لا بيريود اللي كلنا دازت العالم داز منها اللي هي لا بيريود ديال كورونا. ففينالمون تقبلت ليه الفيزا وكانت مفاجاه بالنسبه لي لان استقبل الخبر بواحد الدهشه بواحد يعني كانت غير منتظره بالنسبه لي هو. وكان كيقول زعما il va tenter la chance غادي يجرب الحظ ديالو صافي لانه هو في قطاع غير مهيكل. فاي واحد عنده قطاع غير مهيكل راه كاينين وريقات كيتخدموا كتخدم عليهم. درنا ليه البطاقه ديال المهنيه ديالو، قدنا ليه وريقات ديالو، درنا ليه دي ريزيرفاسيون هو باغي يمشي سياحه، درنا ليه البلايص اللي غادي يمشي يديرو الزياره في هذاك البلد، شنو غادي بحال سي تي ان بروغرام كيفاش غادي يدوز هو داك لا بيريود ايتترا، زائد واحد المجموعه ديال الاوراق واحد المجموعه ديال لي دوكيومون اللي هو خدمنا عليهم ان شاء الله. ما غاديش ندخل في لي ديتاي، دونك ان شاء الله تكون لو كار ديال كاع الناس اللي هما حتى هما كيتسناو الفيزا باش انهم يمشيو. فالسيد ما محتاجش انه يمشي هاجر ولا انه يمشي يعيش تما ولا حتى شي حاجه، هو كان عنده خدمته هنايا، عنده حياته هنا، عنده عائلته هنا، صوف كو كان باغي يخرج انه يمشي يشوف بعض الناس من العائله ديالو اللي هما مقربين ليه، ولكن واحد المده كبيره اللي ما شافهمش وكان كيتمنى انه هو يمشي يشوفهم واون ميم طون باش يمشي يبدل الجو ويسافر وتكون اكسبيريونس لاول مره يمشي يديرها هو والزوجه ديالو والابنه ديالو. دونك كي قلت لكم الحمد لله الدوسي ديالو تقبل. كانت واحد المجموعه ديال الاوراق، البطاقه المهنيه، درنا خدمنا ليه على الموفمون ديال الكونت ديالو، كان زعما باش يولي موفمونتي. فالمدة الأربعة أشهر الحمد لله خرجت ليه الفيزا ديالو، تنقولو ليه فيليستاسيون من هنا وتنقولو ليه عطلة سعيدة دوزها مع العائلة ديالك إن شاء الله، وكنتمناو ليك التوفيق في حياتك المهنية لأنه هو ما ناويش يمشي لإسبانيا ويستقر، فهو ناوي يمشي غير فاكونس ويرجع بحالته غير عطلة ويرجع لأنه عنده دارو هنا ومستقر وعندو عائلته وعندو بنته كتقرا هنايا وداكشي، دونك ما محتاجش انه يمشي على برا باش انه يهاجر، وانما كانت فقط الحلم ديالو انه ياخذ فيزا ويمشي زياره هذا البلد وميم طون يشوف العائله ديالو.
كي قلت لكم بالنسبه للناس اللي هما مهتمين انهم يخرجوا لهم فيزا ولا عندهم شي مشكل في الدوسي، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف كاين الفيديوهات بيان سور، راه ديجا شرحنا فيهم كلشي. هذا ماشي هو موضوع هذا الفيديو، هذه فقط غير الاشاره، لان هذا الخبر ما بغيتش ندوز بلا ما نوجه لهذا السيد هذا نقول ليه فيليسيتاسيون، نقول ليه مبروك، لان غالبا غيكون كيشوف الفيديوهات ديالنا. دونك كي قلت لكم بالنسبه للناس اللي هما مهتمين بهذا السوجي هذا وباغيين يدفعوا لي دوسي ديالهم، راه كاين الارقام ديال التليفونات غنخليهم لكم حتى هما في صندوق الوصف الا بغيتوهم. بالنسبه للناس اللي هما مهتمين تواصلوا فهاد لي نيميرو ديال التليفون اللي بغى يدفع لي دوسي ديالو. كنتمنى حد موفق للجميع، وكنقولوا للاخ بلا ما نذكر الاسم فيليسيتاسيون ومبروك عليه في الفيزا. وهذا راه ماشي شي حاجه اللي هي شي حاجه اللي هي صعيبه، لان خاص الواحد واخا يكون خدام في قطاع غير مهيكل خاص واحد المجموعه ديال الوريقات انك تخدم عليهم ودي كتكون اون ديكلاراسيون في لاسين اساس، فهاد الشيء كيكون افونتاج ليه لانه هو ما باغيش يستقر تما، هو غيرجع يستقر في المغرب، يعني غيرجع للحياه العاديه في المغرب، وهاد لاسين اساس غتنفعو من بعد ويكون عنده بزاف ديال لي زافونتاج. دونك هادي اوكازيون انه خدم وريقاتو، خدم على لاسين اساس، دار موفمون تاع لو كونط ديالو، المهم خدم على بزاف ديال الحوايج، يعني منها هو حصل على الفيزا اللي هو كان كيحلم انه ياخذها ويسافر هو ومرتو وبنتو لهاد البلد، و او ميم طون راه سالي واحد المجموعه ديال الاوراق اللي غادي تنفعو في حياته من هنا لقدام ان شاء الله. دونك هادشي اللي كاين، كنتمنى حد موفق لجميع الناس اللي كيقلب على خدمه، اللي باغي ايميغراسيون، اللي باغي فيزا يسافر، واللي اللي باغي يمشي يقرا فشي بلاصه ولا شي حاجه، تنقول لكم الله يسهل على الجميع، واللي بغى شي حاجه الله يوفقو. الناس اللي هما مهتمين بلي دوسي وبغاو يدفعوا لي دوسي ديالهم، راه كاينين لي نيميرو ديال التليفون نخليهم لكم في صندوق الوصف، تواصلوا معنا في هاد لي نيميرو ديال التليفون فيا واتساب، وان شاء الله يكون خير وحد موفق للجميع. دابا غادي ندخلوا في الموضوع ديال الفيديو ديالنا اليوم، اللي حنا غادي نهضروا على كندا. كما كتعرفوا كندا فهي واحد الدوله اللي هي كبيره بزاف من حيث المساحه ومن حيث عدد السكان، ودائما حنا هضرنا في فيديوهات سابقه على هذا الشيء هذا، وهي دائما كي كنعرفوا بان بحال هاد الدول هذو كتكون دائما محتاجه المهاجرين من اجل اليد العامله، فكاين كندا كتكون انتريسي بواحد المجموعه ديال الناس اللي فيهم مهن مختلفه، فيهم مستويات مختلفه دراسيه اولا مستويات في الخبره المهنيه مختلفه. فكما غادي نهضروا على الانجينيور، نهضروا على الاطباء، نهضروا على الممرضين، فخصوا الاطباء والممرضين الانجينيور في هذا لو كوتي ديال الصحه مع داز كوفيد، مع كان بزاف ديال الخسائر في هذا المجال، دونك هما باغيين يعاودوا يرجعوا لا سيتياسيون ديال هذا المجال هذا، و ميم طون ينميو الاقتصاد ديالهم. محتاجين اليد عامله في المهن الحره بحال القباص، بحال الجليجي، بحال التريسيان، لي بلومبي، دونك هادشي كامل، هادو بزاف ديال المهن اللي هما كيحتاجوهم تما بكثره كي قلت لكم، وزائد انهم كي قلت لكم كيطلبوا في قطاع الصحه بواحد الطريقه اللي هي كبيره بزاف، وليزانجينيور بالنسبه للبناء، وحتى للناس اللي هما خدامين في البني، البنايه، اي حاجه كتعلق بالبني، اي حاجه الحرفيه اون جينيرال، فهما كيحتاجوا هاد المهن هادو، وكيسهلوا لهم كما قلت لكم مع كوفيد دابا ولاو كيسهلوا، لان دابا الحمد لله وكنتمنوا ان هادي تكون نهايه كوفيد واننا نرجعوا لحياتنا الطبيعيه. وكاين مخلفات في الاقتصاد على الصعيد العالمي، ان كاين مخلفات في الاقتصاد، وهذه الدول هذه كتبغي انها ترجع المستوى ديالها في الاقتصاد ولا في مجموعه ديال القطاعات اللي هي فقدات الكثير في هذه لا بيريود ديال كورونا. فهي كتعتمد سورتو على المهاجرين، الناس اللي كيجيو من دول وحده اخرى، من دول اجنبيه. فهاد الفيديو هذا ما كنقولوش، ما كنهضرش غير على مغاربه، كنهضر على جنسيات وحده اخرين اللي هما يقدروا يكونوا متبعين القناه وحتى هما مهتمين، انكم غتدخلوا لي اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. كنتي غتمشي غتختار على حساب، غتاخذ ريفيرونس ديال المهنه ديالك، حرفي، مهني، ديزانفورماتيسيان، لي انجينيور، لي ميدسان، لي انفيرميي، كلشي الناس اللي هما باغيين. كتلقاو مجموعه ديال المهن، كتلقاو مجموعه ديال لي ريفيرونس، كل واحد على حسب المهنه ديالو، على حسب الريفيرونس اللي غادي تلقى تما، كتعمر الاستماره، كتواصل مع الناس. بالنسبه للناس اللي هما باغيين يمشيو قرايه، كتمشيو غنخلي لكم في صندوق الوصف حتى هو فين تدخلوا، وتقدروا انكم تواصلوا مع لي زيكول ولا زونيفرسيتي تما باش تاخذوا ورقه القبول اللي على الاساس ديالها انكم غادي تطلعوا الوريقات ديالكم باش يعطيوكم الفيزا ديال القرايه فاسيلمون، بلا ما تحتاجوا لواحد المجموعه ديال الشروط ولا واحد المجموعه ديال الاشياء اللي غادي تقدروا انكم
زعما ضيعوا فيها واحد الوقت كبير، لان ملي كيجيك القبول فكيخرجوا لك الفيزا ديالك فاسيلمون. بالنسبه لي زوبورتونيتي غنخلي لكم حتى هما في صندوق الوصف لينيان ديال كاع لي زوفر دومبلوا اللي كاينين تما، زائد الكونتاكت اللي كتلقاو حتى الكونتاكت ديال ارباب العمل تواصلوا معاهم باش تقدروا انكم تحصلوا على واحد تقدروا انكم تحصلوا على 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 واحد الاستماره اللي كيصيفطوها لكم باش انكم كتعمروها، وكتكون عندكم واحد الورقه اللي هي كتكون كدعوه باش انك غادي تجي وتستأنف العمل ديالك في هذا البلد هذا. وكما كتعرفوا دابا راه كاين واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي هما مخففه جدا جدا جدا، بحال دابا باغ اكزومبل لو تيست ديال لا لونغ ما بقاش بلاص ما يديروا جوج، كيخصك الفرنسي وكيخصك لونغلي. كي كتعرفوا بان كندا فيها الفرنسي وفيها لونغلي، دونك دابا كتقدر انك دير غير وحده تيست واحد وتمشي به. النقاط ما بقاوش كيطلعوا النقاط بواحد الطريقه اللي هي كبيره بزاف باش كيسهلوا على المهاجرين انهم يدخلوا، لان كل ما دخلوا المهاجرين كل ما كيكونوا فرص العمل او ارباب العمل كيتنعشوا، لانهم هذوك الناس اللي كيخدموا راه يد عامله، ان الاقتصاد كيزيد، ان الارباح كتدخل، ان الضرائب كتخلص الى اخره. فهنا كيحاولوا انهم يطلعوا لو ماكسيموم بالاقتصاد ديالهم. وكيقول لكم الاقتصاد اون جينيرال فهم كيعتمدوا على البناء، داكشي ديال الانفورماتيك، لي زانفورماتيسيان، لي ديفلوبور ويب، لي انجينيور انفورماتيك ايتترا، وحتى لي انجينيور ديال البناء، لي زاركتيكت ايتترا، والقطاع ديال الصحه اللي كيما قلت لكم فهو واحد القطاع اللي هو مهم جدا، اللي عرف واحد الضرر كبير في كوفيد وعلى الصعيد العالمي ماشي غير في واحد دوله او جوج او ثلاثه، وجميع الدول كتحاول انها تعاود ترجع هذيك لاكاليتي وهذاك المستوى ديال داك القطاع باش انه يولي احسن من اللي كان. دونك هادشي اللي كاين، كنتمنى حظ موفق للجميع. ما تنساوش تدخلوا لصندوق الوصف تكليكيو على لو تيتغ، يخرج لكم لو تيتغ، وتحت منه كاينين لي ليان اللي تقدروا انكم تدفعوا. زائد غتلقاو جميع المعلومات اللي يمكن لكم انكم تبغيو تعرفوها، الناس اللي هما خدامين في المهن الحره ولا في القطاعات الغير مهيكله، راه بامكانكم انكم تدخلوا حتى نتوما عندكم المهن ديالكم دايرين لها دي ريفيرونس، كتعمروا على حساب الريفيرونس ديالكم. زانجينيور عندهم دي ريفيرونس، لي زانفيرمي عندهم لي ريفيرونس ايتترا، كتمشي على حساب المهنه ديالك. دونك كل واحد يحاول انه يعمر الاستماره بواحد الطريقه اللي هي صحيحه، وجد لو سي في ديالك. فبالنسبه للناس اللي هما باغيين يهاجروا فدائما يكون عندك سي في في مجموعه دول، يعني تلقى عندك سي في داير ليه تراديكسيون بالانجلي، يكون عندك سي في بالعربيه، يكون عندك سي في بالفرنسيه، هكا كيسهل عليك انك الا بغيتي تدفع لمجموعه ديال الدول اولا باش تدفع بزاف ديال البلايص باش تطلع الحدود ديالك. يعني راه نفس الحاجه اللي كتطبق على انك تدفع لشركات في المغرب هنا، كما انك تقدر انك تدفع لشركات خارج المغرب. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه انكم زعما لقاو دي فوتور زوينه على ان كاين الناس اللي عمرهم استمارات، وحنا دائما كنلقاو دي فوتور الحمد لله. وكنتمنوا حتى الناس اللي عاد غيشوفوا الفيديو، الناس اللي يلاه تابوناو في لاشين، الناس اللي يلاه دخلوا معنا جداد، مرحبا بكم، وكنتمنوا لكم حظ موفق حتى نتوما، وتكون ان شاء الله الخير على يد هذه القناه هذه، وتكون هي غير سبب لان الخير كيجي من عند الله سبحانه وتعالى. وما تنساوش تدخلوا لي ليان الروابط، عندكم الاسئله ديالكم خليوها لنا في صندوق الوصف. كذلك كنحاولوا اننا نخدموا شي شويه على انستغرام، لان كنظن بان الانستغرام كنلقاو فيه غتلقاو فيه المثل اكثر. حنا غادي نحاولوا غنخلي لكم حتى هو في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي بغاو يدخلوا الانستغرام ويتواصلوا معنا. عندكم اسئله، عندكم دي بروبوزيسيون على دي سوجي، عندكم بلدان بغيتوا نهضروا عليها، شي حاجه اللي بغيتوا انا نقلبوا نجيبوا لكم لافو افيك غران بليزير، مرحبا بالجميع. وكنتمنى حظ موفق للجميع المتتبعين والناس اللي ماشي متبعينا، الحظ موفق كنتمنوا للجميع ان شاء الله، كسوا في الخدمه في الدراسه ولا حتى في الناس اللي باغي تهاجر. شكرا على المتابعه ديالكم، كنضرب لكم موعد فيديو جاي ان شاء الله. شكرا على المتابعه والى اللقاء.